المزارع الياباني أسافومي ياماشيتا أصبح اليوم واحدا من أشهر المزارعين في فرنسا، إذ يقوم بزراعة خضار وفاكهة بعناية فائقة ويحرص على شكلها ومذاقها ليبيعها بعد ذلك لأهم مطاعم وفنادق باريس. الطريف في الأمر أن المزارع الياباني يختار زبائنهم عادة كبار طهاة المطاعم الفرنسية، ويرفض التعامل مع بعض الطهاة إذا لاحظ أنهم لا يقومون بطبخ خضاره بطريقة جيدة. الزميل ليث بزاري التقى به وعاد لنا بهذا التقرير من باريس. يبدو أسافومي ياماشيتا مزارعاً يفلح أرضه في ريف إحدى المناطق اليابانية، لكنه في الواقع واحد من أشهر المزارعين في فرنسا، إذ يقوم بزراعة خضار وفاكهة بعناية فائقة في مشتله في إحدى ضواحي باريس، حيث يحرص على جودة ومذاق وشكل ما ينتج، ثم يبيعه لأهم مطاعم وفنادق العاصمة الفرنسية. يحب الأوروبيون التكلم مع مزروعتهم للحصول على منتوج جيد، لكن أنا أفضل الاستماع إلى تلك الخضروات أو النباتات. لا يمكن تسمية أسافومي بالمزارع العادي، فهو ينتقي زبائنه وهم عادة من كبار طهاة المطاعم الفرنسية لتقديم خضاره على مائداتهم الشهيرة، ويرفض التعامل مع البعض منهم إذا ما لاحظ أنهم لا يقومون بطهي وتقديم خضاره بطريقة لائقة. عند فلاحتي للأرض أستمع إلى أصوات وكأني أكتب شعرا من هذه الخضار، ومن ثم يقوم الشيف بإضافة نوتة موسيقية لهذه الخضار أي طهيها. ينتج أسافومي ياماشيتا القليل من الخضار والفاكهة سنويا، وهذا يفسر أسعارها الباهظة، إذ يبلغ سعر حبة الشمام التي لا يتعدى وزنها الكيلوغرام الواحد 50 يورو. ليث بزاري، العربية. للمزيد ينضم إلينا من باريس الزميل ليث بزاري، المزارع ليث بزاري. صباح الخير ليث. بس إذا أمكن يعني ممكن تعطينا شوية تفاصيل أكثر على موضوع أنه يعني كيف هو يختار أنه ما يشتغل مع بعض الطهاة، يعني هل هو فعلا يروح يجرب يأكل في بعض هذه المطاعم على أساس يختار مع مين حابب يتعامل مع مين لا؟ أسافومي ياماشيتا صار 3 أيام بحاول أحفظ اسمه مشان ما أغلط فيه على الهواء باللايف، فأكيد حفظناه بطريقة. أسافومي ياماشيتا، صباح الخير مهيرة، صباح الخير أولينا. نعم هو مش بزور، هو بفضل دائما إنه الشيف بحس إنه هو الأساس بهالموضوع، هو عنده الخضرة، هو ما يملك العصا السحرية في المطاعم، بقول أنا أهم من الشيف بكل تواضع طبعا. أسافومي بقولها، بس خلينا نرجع شوي لأسافومي. أسافومي اليوم ياباني وصل إلى باريس كان بالصدفة إنه كان جاي يدرس الفن قبل 25 سنة، كان يدرس الفن والرسم في كلية متحف اللوفر، وبعد ما ذاق الأكل الفرنسي للأسف الأستاذ أسافومي ما عجبه الأكل الفرنسي، فحاول إنه يدخل عليه الطريقة اليابانية أو اللمسة اليابانية في الأكل، وصار يحضر يجيب بذور. أول ما بدأت الفكرة كان يجيب بذور من اليابان يزرعها في التربة الفرنسية، فاكتشف إنه تعطي مذاق مختلف. هلا كيف اليوم طبعا عنده ما يقارب 3000 متر مربع من الارض بزرعها، طبعا العنايه الفائقه اكيد، واحيانا بيستعمل ادوات زراعه يابانيه يعني فيها كثير دقه، حتى طريقه الري وطريقه الاعتناء بالنباتات هي بتختلف عن المزارع العادي او الكلاسيكي. هلا الشغل مع اهم المطاعم الفرنسيه، هو بيشتغل مع مطاعم كبرى المطاعم الفرنسيه لسانك، بيشتغل مع تور دارجون، بيشتغل مع مطاعم كثير مشهوره بفرنسا وكثير ما يعني طاولات مهمه. الحلو بالموضوع يا جماعه انه الشيف بخافوا منه، الشيف بيقولوا ان شاء الله دائما يكون راضي عنا ويقبل يبيعنا بضاعته. هذا طبعا هاي الذروه برايي لمزارع، لانه مش سهل ابدا. عاده الشيف هو المزارع بيعرض بضاعته على الشيف، بس عند أسافومي بالعكس، لانه بضاعته كثير مميزه واسعارها طبعا مثل ما حكينا. هلا احنا ما قدرنا نجيب من عنده، بس نقدر نقارن الطماطم الموجوده في السوق بفرنسا تقريبا. تفضل أولينا. عفوا كنا عم نحكي عن الأكل العضوي، يعني هل مزروعات المزارع الياباني نسيت اسمه هل هي عضوية أيضا؟
أسافومي يا ماشيتا. يا طيب أسافومي. أسافومي لأني طبعا هي عضوية أكيد. بالضبط. لا هو كثير اكيد عضوي، هذا سؤال مفرغ منه، اكيد لازم تكون الاكل الزراعه عضويه، بس الحلو بالموضوع انه الشيف هلا يعني بحسوا انه دائما المنتوجات اللي عنده نادره، على فكره مثل ما شفنا بالتقرير قليل ما يعني الكميه الانتاج قليله، ومؤخرا فتح أسافومي مطعم صغير عنده بالمزرعه او بالمشتل، بيفتح من شهر ماي لشهر اكتوبر فقط. نعم. ليه؟ بقول انه هذه الفتره بتكون فيها النباتات في احلى الحله، انها بتكون موجوده. نعم. بطريقه مذاق مميز، فعشان هيك بس هالفتره. اكيد الربح، الهدف مش الربح المادي، الهدف انه يعرف ببضاعته. هو طيب. اشهر من ان يعرف صار هلا، خصوصا عند الشيف او طهاة الفرنسيين. واخيرا اخيرا بس كلمه اخيره، اخيرا كان بلجنه التحكيم كان لجنه تحكيم برنامج فرنسي اسمه توب شيف، اختيار اهم الطهاة. وكان الهدف انه بروح عنده على المزرعه او المشتل للتعرف، او هو بيحكم على مذاق طبخ او صحون هالشيف جداد. شكرا. نعم شكرا لك زميلي ليث بزاري، عرفنا على الشيف الياباني أسافومي.